بدي غير كلامه هالمكان ما به مجامل البس نزم جمع رجاله وشاهده كل الفعالي من هنا انمه الطريقه. اسعد الله مساءكم بكل خير وسعاده يا اجمل من شاهدنا من السيدات والساده، كيف حالكم؟ يا رب عسى حياتكم سعيده، مساكم الله بالخير في فقرتكم المحبوبه خذها كاش تزعل ترضى. بيننا وبينك الله البزنس ثلاثة على قناة الواقع الفضائية. رحبوا معنا بنقادنا لهذه الليلة أحمد الملة أبو يوسف الذي غاب يوم الخميس وتركنا لوحدنا، حجتنا تعبان. أبشركم أنه اليوم معود طيب وبخير وما كنا كان تعبان ما شاء الله تبارك الله. أهلا والله أبو حمود، نرحب فيك، نرحب بالأخوة والأخوات المشاهدين خلف الشاشة، نرحب أبو عنزي ونقول لكم بطلوا تطلعون إشاعات، ولكن الرد بعدين. احنا ردينا عليكم ذاك اليوم، ولكن تطلعون علينا اشاعات احنا ما نحب الاشاعات. احنا ونتاكد بس يعني ونبين احنا نحتاجك في فقرتنا المبجله، ونحنا ما غنات عنك، فلازم يعني نداعبك قليلا من الاشاعات. طال عمرك عادي، مسموحين. مرحبا ابو عنزي، ما هو مسموح. مرحبا بكم وسهلا. ايضا رحبوا معنا بالناقد الجميل الشاعر الخلوق نايف الأكربي. صباح الخير يا أبو عنزي. صباحك الله بالنور يا أبو حمود، مرحبا ومسهلا، صبح عليك بالخير وكذلك على أبو يوسف وعلى السادة المشاهدين، صبحكم الله بالخير جميعا. أبو يوسف افتقدناه صراحة يوم الخميس. صحيح. وكنا متوقعين أنه بيطلع للشرقية بحكم أنه يعني كذا ويكند يطلع للشرقية، فكان المفروض والله أن الاتهام في محله وأنه فعلا راح، لأنه غيابه الخميس مع الخميس والجمعة والسبت ويوم الأحد الحلقة، يعني ما تقريبا 3 أيام، فالمفروض أنه راح يعني، وخلت التهمة يعني تقع تزبط. نعم يا أخي، مشكلة يا أخي، خرب علينا ورد علينا في تويتر ورد علينا في الحلقة وفي السناب ورد علينا مقابلنا ورد علينا في السناب كل شوي من يوم الخميس ويرد علينا. المشكلة يوم اتهمناه طلع بريء، والأيام اللي ما نتهم فيها ونقول بريء يطلع متهم، فحنا ما عرفنا له. والله يا أخي الرجل هذا ما شاء الله تبارك الله يعرف كيف يخارج عمره. على كل حال جمهورنا الغالي، إخواننا وخواتنا، 92 يوما من العطاء، البزنس ثلاثة وأبطال هذه النسخة ما زالوا صامدين. لكن قبل ما نسهم في هذا الأمر خلونا نشوف ملخص اليوم ونرجع لكم. صباح جميل ويوم جميل وهواء عليل وجيه جميلة نقول لكم، ونصبح على خادم الحرمين الشريفين وعلى ولي عهده الأمين وعلى الشعب السعودي وعلى السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرات، مرحبا بكم جمهورنا الكبير العظيم الذي يتابعنا من خلف شاشات قناة الواقع أو عبر البث المباشر في منصة اليوتيوب على قناة الواقع الفضائية. من خلالها أنا اليوم في فقرة مقادير أطل عليكم، أنا محمد الطوالة. يا حبيبي ما عليك زود، اطلع على وجهي بريء وانا صغير شعر كان وشو؟ كان وجهي بريء وانا صغير. المهم طال عمرك الا ابوي قال لا انا ربيك. شوف من الميزه انه ما ضربني عنده، شرى لي قدامه قال لا انا اشتري لك، اختار اللي تبي. شوف سلام في المبتدا تسليم للعموم، حنا هنا وانحدى ما عاد في الوضع نوم، ما عاد يا هلا العودة سلام وتحية واعتزاز باسم رائدة العظيمات. ارحب 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 الله يرحمه مرحبا كان هذا ملخص هذا اليوم.